اخترع العلماء بمنصة أبواب طريقة بتخلي أي طالب يعرف شو رح تكون علامته قبل ما يقدم الامتحان، بالضبط زي اللي بتدرب عشان يصير طيار. ما رح يعطوه طيارة حقيقية يسوقها، بس بيخلوه يجرب على لعبة كيف لو إنه بسوق طيارة عن جد، وبس يفوز بيلبس بدلة الطيار وبيصير الطيران لعبته الصغيرة. وأبواب هيك بتعمل، بدهم يعطوك امتحان بالضبط زي كأنك بامتحان المدرسة بس وإنت ببيتك، عشان بالضبط تعرف شو ممكن تكون علامتك قبل الامتحان. الامتحانات لعبتك مع أبواب.